بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بطلب العلم في كل وقت وحين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وهو القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أننا نخصص هذه الحلقة الحث على طلب العلم النافع. العلم هو في ذاته شيء يتقنه البر والفاجر، بل قد يكون الفاجر والكافر أكثر علما من المسلم الصالح، ولكن هذا لا ينقص من قدر العلم. وقد وصف الله القرآن بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على غافلتهم غافلون. ولكن إذا مدح العلم فالمراد به العلم الديني النافع، أو العلم الدنيوي الذي يستعين به الإنسان على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى أن يعف نفسه على السؤال إذا كان ذلك جائزا في الشريعة الإسلامية. فينقسم العلم المطلوب طلبه إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية وما زاد على ذلك. فالعلم الذي هو طلبه يعتبر فرض عين، هو القدر من العلم الذي يعرف المؤمن كيف يعبد الله، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يعامل غيره. فالمعتقد أن هذا يفرض على المؤمن بالتدرج. فإذا ميز الولد يجب أننا نعرفه التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هو وأين ولد، معلومات بدائية كما يقال إسعافات أولية. فإذا غالب البلوغ يجب أن نعلمه كيف يتوضأ وكيف يصلي، إذ أن هذا يتكرر في حياته اليومية. فإذا أوشك على أن يبلغ في الاحتلام أو يتزوج، لا بد أن يعلمه الغسل الواجب وكيفيته وكيف النية فيه. فإذا يحتمل أن يكون عاجزا عن الماء في وضوء وغسل، نعلمهم كيف البديل وهو التيمم. فإذا عرفنا الصلاة وكيفيتها، لابد أن نعلمهم شروط الصلاة من الطهارة من النجاسة واستقبال القبلة والطهارة من الحدثين إلى غير ذلك، ونعرفه أركان الصلاة وكيفية الصلاة كما هو مفصل في كتب الفقه. فهذه أشياء لابد أن يتعلمها المؤمن فورا، حيث أنه لا يبلغ إلا وهو يعرفها. ثم ما زاد على ذلك، إذا جاء رمضان لابد أن يتعلم الصيام وكيفيته وبطلاته وأحكامه. ثم إذا اتجر وملك مالا، لابد أن يتعلم الزكاة وما يتعلق بها. ثم إذا يسر الله عليه وعدم عن الحي، لابد أن يتعلم الحي وكيفيته. ثم إذا أراد أن يشتغل بالتجارة، لابد أن يعلمه البيع وشروطه وما يتعلق به. وهكذا كلما جاء من أبواب الفقه لابد أن يعرفه حتى يكون عنده يعني ثروة علمية تعرفه كيف يعبد الله وكيف الحلال وكيف الحرام. كل هذه أمور بدائية لابد أن يعرفها المؤمن من صغره، والمسؤول عنه ولي أمره من أب أو جد أو غيرهم أو حاكم شرعي أو غير ذلك. فكل من قصر في معرفة هذه الأشياء كما هو الواقع، وناس يذكرون أمورا في الوضوء، وناس يذكرون أمرا في الغسل الواجب، وناس يذكرون أمرا في المعاشرة الزوجية، وهم يعيشون في بلاد مليئة بالعلماء، فإنهم يعتبرون آثمون ومقصرون. ومن واجب أغنياء كل بلدة
أن يجلبوا إلى بلدهم وقريتهم علماء أكفاء يعلمون الناس دينهم وما يحتاجون إليه، ولا سيما من فروض العلم. فإذا تمكن المؤمن من الزيادة فليتعلم ما زاد على ذلك في الفقه وغيره من العلوم حتى يبلغ إلى درجة الفتوى، ثم ما زاد على ذلك إلى درجة القضاء، ثم ما زاد على ذلك فهو سنة. وطلب العلم بالطريقة التي ذكرناها يعتبر من أفضل الأعمال الصالحة التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، وتعتبر مجالس العلم التي يدرس فيها الحلال والحرام أفضل من كل المجالس، سواء كانت حضارات أو موارد أو ذكر أو مجالس ذكر أو غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني بسند ضعيف: حضور مجلس علم أفضل من تشيع 1000 جنازة، ومن عيادة 1000 مريض، ومن صلاة 1000 ركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام السمهودي في كتابه جواهر العلم بسنده إليه صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يحضر مجلس علم إلا كان أفضل له من عبادته 60 سنة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى